كلمة واحدة في هذا الملف أو ملف مشابه، تحريكه ليس من صالح الكويت. ليش؟ واحد، لأن تثير النزاعات. زين، كل واحد عنده تفكيره، كل واحد عنده توجهاته. احنا هل احنا بحاجة لهذه نقلب ما نقلب إليه؟ أنا أقول بس نائب، بس أنا بعطيك بس وتوضيح، هذا نائب قبل أب لواحد متهم في قتل الكويتيين. انا ما ابي ادخل في هذا الملف، بس يعني ضروري، يعني ما ودي كذا، لكن هذا قاعد يثار في الشارع الان. انا رسالتي للشعب الكويتي اقول الله حباكم مديره طيبه وامير رائع والشعب اصيل. كلمتي وما اقدر بقول لك اياها، اتقوا الله في الكويت، كل على شاكلته. على منو يتقي الله؟ كل شخص يريد ان يكون في الكويت يجب افتح له الملفات. على منو؟ في اتقوا الله لمنه. كل لدشتي؟ واحد، شوف كل واحد ايا كان ما ابي اتخلل فيه، بس النائب يعني اليوم لن نسمح لاي نائب يذهب الى واحد من داعش يقبل في مسجد. سوف ناخذ قرارنا اذا دخلنا في المسميات. تاريخ في ما في، شوف التويتر، شوف ما في. انا اوجه نصيحه بقناعتي الشخصيه الى ابناء بلدي، الحكماء المعتدلين، اللي يرى الكويت في ذاته كويت المستقبل، اللي يرى في ذات الكويت بلد الطهارة، بلد الإيمان. هذا أنا أقول له لكل شخص أن يوجه رسالة نصح، اتقوا الله في الكويت، وهي حطوها فوق اعتباركم. لمن؟ لكل شخص. مرة ثالثة، منهم دشتي؟ ثالث مرة تسألني السؤال. أنا أقول إذا فتحت الإضبارة أسامي كبيرة عريضة، اخذ ما تاخذ. ايش حقه وانت الاسماء الكبيره؟ واحمد، وانت بتوصل بالاخير ما بيوصل النهايه. انت بتقول فلان، انا ما بقول اسماء. انت بتقول فلان، هاي يقول فلان، هذا يقول فلان، هذا راح ذاك. ليش؟ هل احنا بحاجه لتقليب هالمواجع؟ بس ليش اثار الشعب الشارع؟ انا اقول الان الشارع اقوى من اي صوت طالع. هنالك في حكماء سكروا هذه الملفات، لكن من يريد ان يفتح الملفات ويعبث فيها ما راح تخلص. دولة مؤسسات، ليش ما يقدم فيها قانون؟ ليش ما يقدم اعتذاره؟ الشارع قاعد يطالب باعتذاره. هذا سؤال توجه حقه. شيعة وسنة قاعد يطالبون. شوف يا جماعة، أخطأ هذا الرجل. أبو أحمد. كل شخص يتحمل مسؤولية قراره، تأييده أو عدم تأييده، هذا شيء صار راجع القناعات. فتح الملفات في أي ملف مزعج. أنا أقول الكويت لن تتحمل مثل هذه الأمور أيا كان تجاهه. فأقول نصيحتي لأهل الكويت، اتقوا الله في الكويت، كل من يرى في نفسه أن طريقي يخلي هذا البلد آمن. جزاك الله الخير. بطلع بحترم.